أولا أنا بغيت نشكر كل الزميلات والزملاء اللي صوتوا لفائدتي، إما اقتناعا بما طرحته أثناء حملتي التواصلية أو بما يعرفونه عني، وبالتالي أوجه لهم ولكل السادة النقباء والمجالس الذين استقبلوني أثناء هذه الحملة التواصلية أوجه لهم جزيل الشكر. ثانيا فيما يتعلق بنتائج هذه الانتخابات المهنية على مستوى جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تم التركيز بالنسبة لي على شعار واحد ضدي، وهو مسألة الانتماء السياسي والانتماء الحزبي، وتم الترويج بشكل واسع لأنه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ينبغي أن لا يكون منتميا سياسيا وأن لا ينتمي إلى حزب معين. وللأسف الشديد المرشح الذي فاز في أول كلمة له من على المنصة قال: لقد انتصرت المحاماة. ومعنى هذا أنها انهزمت أشياء أخرى أو أمور أخرى. فأنا أتساءل، لكي يكون الإنسان أو ليصبح المحامي رئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ماذا يطلب منه؟ هل يطلب منه مراكمة ثروة عن طريق ملفات المخدرات وغيرها ليصبح رئيسا؟ هذا لا يستقيم مع طبيعة مهنة المحاماة. إذا كان المحامين ما خصهمش يمارسوا السياسة، شكون غيمارسها؟ المحاماة هي بطبيعتها مهنة حقوقية، مهنة هي جزء من منظومة حقوق الإنسان ومن منظومة المجتمع اللي خصنا نسعوا فيه فعلا، وكاين مجهودات كبيرة للبناء الديمقراطي. إذا كانوا المحامين اليوم ترفع ضدهم شعارات عدم الانتماء والدفع بهم إلى الابتعاد عن السياسة، فإن هذا لا يستقيم، وهذا يعني يؤدي إلى مزيد من الأزمات. هذه المقدمات ليست مقدمات للإصلاح، بل هي مقدمات للمزيد من الفساد داخل المهنة.